انا بكلمك عشان اقولك ان الم جنبي رجع لي تاني. لا، ما عملتش التحاليل. لا ليه؟ لازم تعملي التحاليل بسرعة. أنا خايف يكون في حصوة في الكلى لا قدر الله. طب سيبك من الموضوع ده وقولي، انت قاعد هنا على طول؟ ما بتزورش اهلك يعني في اسكندرية؟ لا عم بزورهم بس لما بتسمح الظروف واعرف اخد اجازه. بتسالي ليه بقى؟ لا ابدا، ما فيش يعني، بس يعني حسيت انك حاسس بالغربة. اكيد انت بتوحشهم وهم بيوحشوك. انت عندك اخوات؟ اه اخت واحده في ثانويه عامه السنه دي. واكيد خطيبتك دكتورة زيك. لسه ما خطبتش. عندك عروسه حلوه؟ من بني خاطر؟ من اي حته بس تكون حلوه ولطيفه وبنت ناس. فزعتيني، فكرتك تحية ولا صفا. يا لهوي، كنت بتكلمي مين يا هنا؟ خالد. خالد؟ ويا ترى كان بيقول لك بقى على اسم دوا نسي يقوله لك ولا كانت مكالمة خاصة؟ انتي بتقولي فيها؟ ما هو فعلا بيستعبط كل شوية يقول لي اخدتي الدواء، عملتي تحاليل، انا خايف يكون في حصوة. انت يا حبيبتي بقى كنت عايزاه يقول لك ايه؟ ما احنا يا دوب كنا بنتكلم على الخطوبه والجواز، قمت انت طبه زي القطن مستعجل، قفلت السكه في وشه. يا حرام. اسمعي بقى، انا قلت لك الموضوع ده قبل كده وهعيده لك تاني. الاستعجال في الامور اللي زي دي هيوديك في 60 دهب. خالد ده مش من هنا، يعني لا يعرف عاداتكم ولا تقاليدكم. وبعدين مالك مسروق عليه كده ليه؟ مش ممكن يعني يطلع اخلاقه مش كويسه؟ لا لا لا، انا حاسه انه ابن حلال، وبعدين انا نظرتي في الناس ما تخيبش ابدا. يبقى يجي يخطبك، لكن تقضوها بقى تليفونات طول ما هو هنا، وبعدين يروح بلده يسيبك انت مقهوره. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا رجال. منا ومنكم ان شاء الله. تعال يا شيخ حربي اقعد جنبي. احنا دلوقتي قدامنا موضوعين مهمين. الاول هو ان انا والاخ حربي قدمنا على وظيفه للتدريس، وده طبعا مش عشان الفلوس. انتوا عارفين طبعا ان المقابل هيكون ضعيف جدا. احنا بس عايزين يكون لينا خبره في هذا المجال، عايزين نربي الجيل الجديد على ايدينا. بس هنعمل ايه في ظل المناهج اللي بتقصي الدين واللي بتعتبره مجرد ماده تكميليه ما تضافش حتى في المجموع؟ بالعكس، الاطفال دول هيتجاوبوا معانا عشان عايزين يتعلموا اصول الدين مش عشان ينجحوا بس. وبعدين احنا ممكن ننظم لهم مسابقات في تحفيظ القران والحديث والسنه. بارك الله فيك يا اخ حربي، هو ده الكلام المظبوط. عشان كده عايزين ننخرط في مجال التدريس. الاطفال اللي هنعلمهم دلوقتي بكره يكبروا وينضموا لينا ويبقوا كمان رجالة الجماعة. طب واللي عم يشتغل في وظيفة تاني؟ سيب الوظيفة ويروح يشتغل مدرس بالحصة؟ لا طبعا، في مجال تاني. احنا هنعمل دروس في المساجد في كل القرى اللي حوالينا. اما الموضوع التاني فهو نفوذ النصارى في البلد. شكلهم شموا نفسهم شوية، والحكومة ماشية معاهم بنظام الطبطبة عشان ما تزعلش الامريكان ودول الغرب الفاجر. حتى الحاج عبد الدايم خاطر كبير الخواطر، سايبين عليه كل المواقع تشتم وتهينه وتقول عليه ايه؟ انه رأس الفتنة. كلامك مظبوط يا شيخ كامل. دلوقتي ما ينفعش المسلم يتكلم مع واحد منيهم، لأن أمن الدولة ممكن يكهربهم وينصر النصارى عليه كمان. انتوا عارفين طبعا إن الكنيسة عندنا شرق اشترت الأرض اللي جنبها عشان عايزة تتوسع. توسيع الكنيسة دي مش هيتم غير على جثاثنا. مش كفاية اشتروا أراضي بني شرق كلها
والمسلمين بيجيوا في عنديهم. ايوه بس هم ممكن يكونوا واخدين تصريح من الدوله، وفي الحاله دي البنا جنوني. واحنا رحنا فين؟ الدوله دي لازم تعرف لو اديت لهم التصريح احنا مش هنسكت وهنولعها نار. هما لسه ما ضموش الارض، احنا هنتابع ونشوف، ولو ضموا الارض وبداوا البنا ساعتها بس هيكون لينا وقفه تانية. انا ما حبيتش اكسفك، بس بصراحه ما بحبش الحنه. ليه يا ست؟ ده حاجتنا جديد. الست المتجوزه لازم تكون زي النجفه في عين جوزها ملعلطه. الرجاله ما تتضمنش يا بنتي. ازاي يعني؟ الرجاله عاملين زي العيال، العيل من دول يشبط في اللعبه واول ما يطولها يزهق منها، يا يكسرها يا يرميها. يا ساتر، ما فيش وسط عندهم؟ تلاقيكي فاكره خالتك انجيل جاهله وما تعرفش حاجه. والله مش قصدي، بس انا بس عايزه اقول لك ان حربي مش من الرجاله دول، بعدين هو لحق يزهق. والمسيح لو كان مين الراجل يزهق في رمح البصر؟ عشان كده عايزاكي تفضلي جمرايه زي ما انت. شوفي انا جايبه حاجات من اسيوط، وفي حاجات واحده حبيبه زيك كده جايبها لي من بلاد بره، من بلد اسمها ابو ظبي. قصدك ابو ظبي؟ وانا عارفه عاد، اهو بلاد بره وخلاص. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا يا اهلا بسيد الرجال. عروستك اهي جمر، حطها في عينيك، دي بنت ناس وطيبه. شكرين. امسكي دول، ولو الهنم عايز حاجه هنشيعلك. يلا خلاص، لو عوزتي حاجه يا ست قولي لصباح، هي عارفه البيت. فوتك بعافيه. مع السلامه. حكايتك مع انجيل قعدك طولت معاها قوي، وهي كل الكلمات دي، دي كلمات تكفي كفر بحالها. ما رضيتش اكسفها، وبصراحه هي بتسليني. انا بحس بوحده فظيعه جدا وانت مش معايا. ده انا حتى كنت عايزاك تشتري لي شويه دواوين شعر، روايات، حاجات كده يعني اقعد اقرا فيها. دواوين الشعر دي فصيوت مش هنا، كل اللي عندنا هنا كتب عن السنه والفقه. طيب ممكن اروح اسيوط اجيب كام كتاب وارجع. يا خديجه تنزلي اسيوط لحالك كده تشتري كتب؟ كيف؟ انا ممكن اخد معايا هنا، هي موافقه وقالت لي انها ممكن تيجي معايا. عشان خاطري يا حربي، انا قاعده مخنوقه عايز اغير هوا. انت تؤمري امر. شوف يا ستي، انا نازل اسيوط عشان اخد شهاده الاعفاء، ايه رايك تيجي معايا ونقضي اليوم هناك، وبالمره ناخد معانا هنا وتعمل التحاليل اللي طلبها منها الدكتور. امتى؟